للوقوف عند أسباب وتداعيات الانتصارات التي حققها الجيش الأذري في كاراباخ وتوقيع اتفاق إنهاء الحرب، ينضم إلينا عبر سكاب من إسطنبول معين نعيم المتخصص بالشأن التركي. أستاذ معين، مرحبا بكم. كيف تابعتم الانتصارات التي حققها الجيش الأذري في كاراباخ؟ مرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام. يعني واضح أن هذه المعركة كانت منذ بداياتها تتجه نحو هذه النقطة، إن كان من حيث البعد والحسابات المادية والعسكرية، وإن كان حتى من بعد العلاقات الدولية. واضح التخلي العالمي عن أرمينيا في قضية الأراضي المحتلة من الأراضي التي احتلتها من أذربيجان، وأخيرا الدعم التركي الواضح كان لأذربيجان عسكريا وإعلاميا وحتى على صعيد العلاقات الدولية. يبدو أنه أتى أكله بسرعة ولم تطول المعركة، حتى أن بعض المختصين كان يقول أن هذه النتيجة كانت أقرب أو كان أولى أن تحدث منذ 3 أسابيع على الأقل، لكن العناد أو الرفض الأرميني هو الذي أدى إلى استمرار هذه المعركة هذه المدة الإضافية، وأدى إلى مقتل العديد من المدنيين والعسكريين من الطرفين في هذه المدة الإضافية. أستاذ معين، كيف تقيم الدور التركي في استعادة أذربيجان لإقليمها المحتل من قبل الأرمن منذ 28 عاما؟ الدور التركي في هذه القضية لم يكن مقتصرا بالمناسبة على هذه المعركة، بل كان من المعروف أن التدريبات العسكرية والدعم اللوجستي العسكري التركي لأذربيجان ولجيشها استمر منذ سنوات طويلة، ومع صعود وتطور الأداء العسكري التركي كان التطور واضحا جدا في الأداء الأذربيجاني، خاصة وإن علم أن الأتراك يعتبرون أذربيجان هي الامتداد الطبيعي والاستراتيجي لهم في آسيا الوسطى أو وسط آسيا، وأنها ليست فقط حليف بل هي قد تكون دولة شقيقة وشريكة بالنسبة لتركيا على صعيد الأمني والاستراتيجي والقومي كذلك. الأتراك دعموا كما ذكرت أرمينيا بالمعدات والعتاد والتدريب منذ سنوات، ولكن أثناء هذه المعركة يبدو أن المشاركة والمساهمة التركية كانت فعلية وميدانية، ليس فقط لوجستيا بل قد تكون مشاركة في الميدان عبر بعض المعدات وعلى رأسها طائرات بايرقتار وغيرها من الطائرات الاستطلاع الحربية التي استخدمت بشكل واضح وكان لها دور رئيسي في تغيير سير المعركة، وكانت أحد الأدوات الرئيسية التي لم تستطع أرمينيا تجاوزها أثناء هذه المعركة وتكبدت بسببها خسائر. أما على الصعيد السياسي فكان اللوبي التركي في العالم يتحرك لصالح أذربيجان ويستخدم كل علاقاته لهذا الصالح، وهذا كان واضحا في الحراك التركي مع روسيا، وما كان هذا الاتفاق إلا نتيجة كما تعلمون لتواصل دبلوماسي تركي روسي اختتم بلقاء هاتفي بين الرئيسين فلاديمير بوتين وأردوغان، وفي اليوم التالي كانت النتيجة التي نراها وهو الاتفاق الذي فعلا إن صحت تسميته اتفاق، بل أعتقد أنه إذعان أرميني للمطالب الأذربيجانية عبر الضغوط والدعم التركي الواضح في هذه الساحة. أستاذ معين، المتابع لهذا الشأن يعني يلاحظ ويؤشر تخليا روسيا عن حليفها التاريخي أرمينيا في قضية مهمة كقضية كاراباخ، ما السبب في ذلك؟ بداية أنا أعتقد أن روسيا كان لها دافعان أساسيان في هذه القضية. الأول أن أرمينيا في الفترة الأخيرة اقتربت أكثر من الاتحاد الأوروبي ومن الأوروبيين، وكان واضحا ذلك في الموقف الفرنسي وبعض الدول الأوروبية التي دعمت أرمينيا منذ اللحظة الأولى، بل وهددت وهاجمت تركيا لأنها تدعم أذربيجان. الناحية الأخرى أن العلاقات التركية الروسية لم تعد كما كانت عليه في بدايات الأزمة، بل أصبحت تركيا حليف مهم لروسيا في كثير من الملفات، أو شريك لنقل إن صح التعبير في كثير من الملفات التي تحتاج روسيا فيها تركيا. والنقطة الأخيرة والأهم أن أذربيجان وروسيا هم شريكان في مشروع الطاقة الأضخم في المنطقة الذي تعتبر تركيا هي الحليف الرئيسي فيه أو الشريك الرئيسي فيه، فكل هذه العناصر أدت لأن تسمح روسيا لنفسها بعدم دعم وتأييد الطرف الأرميني لصالح على أقل الصمت، لأنها أرادت أولا أن إن صح التعبير أن تؤدب باشينيان في عدم اقترابه من روسيا وحتى تقاربه من حلفاء الأطراف المنافسة لروسيا على حساب العلاقة الروسية الأرمينية. عبر سكايب من إسطنبول معين نعيم المتخصص في الشأن التركي، شكرا جزيلا لكم.